السلام عليكم. حبيت احكي لكم شويه شغلات واعود لكم عن اشياء كتير بتصير معي. بتمنى تدعموني في هذا الفيديو، بتمنى تشوفوا الفيديو للاخر لحتى تفهموا كتير، واسمحوا لي على اي يعني اذا تلبكت في الحكي او ما حكيت منيح اسمحوا لي على هذا الشيء، واحضر الفيديو للاخر تفهموا كيف. أنا كنت بخاف أشوف الكاميرا، بخاف أحكي مع الناس، بخاف أطلع في الشارع وأشوف الناس بتتمسخر علي، كنت بخاف أشوف اللي بيحفر لي في الطريق شوك عشان أقع، واللي بيضربني عشان أضحك أصحابه، واللي هيك، كنت أخاف من أي حاجة، كنت جبل لدرجة ما تخيلوهاش، وما كانتش عندي الجرأة إني أقف فيك قدام الكاميرا وأحكي معكم زي أي واحد على وجه هذا الأرض. ولكن قلت خليني أتشجع ولو لمرة واحدة بس، وأحكي لكم القصة كيف بدت ومن وين إجيت. تابعوا القصة مع الآخر ما تغيبوا. وقبل ما تبدأ القصة انتوا عارفين ايش هتعملوا، اشتراك واللايك والقصة هذه، والسلام عليكم. خلينا نحضر القصة مع بعض. أنا المواطن اللي عاش لاجئ في بلاده وبلاد الغير. أنا اللي في بلادي عشت الفشل وبرا دكت الويل. أنا اللي في كل ليلة كل ساعة كان شوف طريق طويل. أنا اللي بحكي هذا الكلام ومن عيني دموع بتسيل. أنا الأم اللي عاشت وكبرت وربت في ولادها العزة. أنا من وسط الظلم والفقر والموت واسمي ولد غزة. غزة عامل النظافة والكادح وبقى النعنع غزة. غزة الشاب اللي دقت في الدنيا انتحر ومات بهزة. غزة الختيار اللي وقفت ذاكرته عند باب البيارة، عنده أمل يرجع في يوم من الأيام حتى لو زيارة. مستني وعد من كبارنا اللي راكبينه فخم طيارة. بيارتك راحت يا حج ولكن ما تخافش الدنيا دوارة. غزة الأب اللي بستنى ابنه على الغربة قرر هاجر، غرقت فيه السفينة وقالوا بروحه تاجر. مهاجر لاجئ مصطلحات بتنفع بس التاجر. غز الشاب اللي تغرب وصنع طريق صعيب، قاعد يقاتل لهدفه كل ما يقرب بشوفه بعيد، واذا نجح وحقق هدفه هيكون بفرحته وحيد. من وسط المعاناة، من وسط الدمار، من وسط كل إشي ممكن يكون صعب على أي بني آدم، ومن رحم المعاناة ولد الإبداع. وأنا متأكد كليا من هذه الجملة لأن عشتها وجربتها. وصلت المغرب وكمية الحب والاحترام اللي لقيتها في المغرب نسيتني أني مغترب أصلا، لأنه الكرام اللي عايشة في المغرب كان عايشة في بلادي بالضبط. جيت للمغرب لحتى أقاتل على فرصة، لحتى أكون ممثل أو فنان بحب مجال المسرح بشكل عام. كثير ناس قدموا لي فرص وكثير ناس أعطوني فرص بس لأني فلسطيني. شكرا لكم، بقدركم وعلى رأسي من فوق، وبكن لكم كل احترام لتعاطفكم مع فلسطين. ولكن أنا محمود الفنان، محمود الحبي يبدع في هذا المجال، ما بدي تعطيني فرصة بس لأني فلسطيني تعاطفا معي. بقدر هذا الشيء اللي بتعمله، ولكن هيك ممكن تكون حرمت ناس كثير أحق مني بهاي الفرصة. بدي تعطيني فرصة لأنه عن جد بستحقها، لأنه عن جد محمود اللي درس مسرح، لأنه عن جد محمود ولد غزة الفلسطيني المغربي الفنان. بدي الفرصة لأنه بستحقها، لأني على جدارة أنه أقوم بهذا الدور سواء في المسرح أو في التمثيل في التلفازة. لحتى أوصل لهذا الشيء ولحتى الناس تعطيني هذه الفرصة بجدارتي، صار لازم أنه أشتغل على حالي منيح، وصار لازم أنه أثبت حالي في هذا المجال لحتى الناس تتصل علي. تخيلت في راسي أو حطيت في مخيلتي أنه أنا بطل مصارعة وداخل على معركة، ولقيت حالي أنه لازم أركز في هذا الشيء، ولازم أشغل على حالي منيح، ولازم أتعب منيح، ولازم أجري ورا حلمي، وأجري وأحط كل اليأس والتعب والدمار وكل الأشياء السلبية اللي فيه لازم أحط على الأرض واقع، وأنزل ضرب فيها وأفرغ هذه الهموم كاملة اللي فيه لحتى أكون جاهز لهذا الشيء. وبالفعل بديت أجري على هذا الشيء، بديت أشغل بكل تعب وأجري وأتعب عن جد كأني داخل على بطولة عالمية. وبديت أجري على حلمي لأنه كنت بدي أتحدى حالي، وبدي أتحدى كل واحد كان مستضعفني وكان كيقول لي أنت فاشل،
كتير ناس قالوا لي انت فاشل وانت ضعيف وكلام كتير زي هيك. لما كنت صغير ولحتى الان الكل بيقول لي انت فاشل فاشل، لاني كنت افكر بطريقة غريبة عن مجتمع تقليدي، وكل فكرة كنت اخرج فيها تزيد المصطلحات اللي تنزل علي. فاشل، مهمل، ضعيف، ساقط، غبي، تافه، وفي كل مصطلح كنت بسمعه كنت بزيد اتشجع، بزيد اتشجع لحتى اوصل لحاجة جديدة، وكنت بفرح في كل مرة بزيدوا القابي لاني كنت مأمن بهالعبارة. نجاحك بيبدأ لما تخرج من دائرة الراحة وتدور على التعب، لانك هتلاقي راحتك في تعبك، وفي كل مرة بسمعها ما بعرف كيف اخرج من هالدائرة. كنت دايما بسمع التغيير بيبدأ منك، بسمع دايما نجاحك وفشلك انت اللي بتقرره وانت الوحيد اللي مسؤول عليه. الحياة عبارة عن طريق كلها تعب، واذا كنت مرتاح فيها صدقني مش هتعيش فرحان. كل واحد فينا قدامه هدف، والهدف لحتى توصل له لازم تجهز حالك، لازم تتعب على حالك. قدامك معركة، ومعركة قوية كمان، فيا بتربح يا بتخسر. هذا الشيء اللي شفتوه واللي حكيته معكم اليوم مش لإلي بس، لإلك ولإلك ولإلكو ولأي واحد بحلم، لأي واحد عنده هدف ونفسه يحققه. حقق هدفك واحلم وفوز في معركتك واربح وحقق كل إشي. انت ليش قاعد في الدار؟ ليش اغلب نهارك وانت بس ماسك التلفون بتفرج فيديوهات الناس، بتفرج الناس اللي بتحفزك، بتفرج كذا وكذا وكذا وكذا، وانا كنت واحد منكم. ليش انت كمان ما تصير تحفز الناس؟ ليش ما تصير تشغل؟ ليش ما تصير الناس تاخذ قدوه؟ كن قدوه لراسك بعد انت الاول، واحلم وحقق هدفك، لانه ما في ضل وقت عندك، ما في وقت كتير. في هذه اللحظه في مليون مبدع بيجر ورا حلمه، يا اما تكون انت الاول فيهم يا اما حتضلك في الاخير. لهيك انا حرفض اني اكون حاجه غير اني اكون الاول، لانه بدي افرح لإلي، لانه في كثير ناس نفسها تشوفني بفرح، وفي كثير ناس نفسها تشوفني طايح. لازم افرح ولازم تفرحوا، ولازم انجح ولازم تنجحوا، ولازم احقق كل احلامي وتحققوا كل احلامكم لإلكم، لانه لازم تكون واثقين في راسكو وانتو قد المسؤولية وانتو قد اي حاجة مهما كانت كبيرة. واخر حاجة او القبل الاخيرة اللي حقولكو اياها، اتعب على حالك واتعب كتير كمان. ما تشوف حالك، ما تشوف، مش عارف كيف بدي احكي معكو، بس هخليها كيف ما هي، مش هقص اشي، ركزوا معي. ما تشوف حدا غيرك عمل حاجة ونجحت تروح تعمل زيها، لأن انت بس بدك تنجح والناس تشوف الأشياء اللي تعملها. لا، شوف حالك فيش متميز، شوف الإشي اللي انت متميز فيه، شوف إيش الحاجة الوحيدة اللي ممكن تكون مبدع فيها، وابدع في مجالك، سواء في التمثيل، سواء في التصوير، سواء في الطبخ، سواء في الخدمة، سواء في النجار، سواء حداد، أي حاجة، اي حاجة انت مبدع فيها ابدع في مجالك، وكون رقم واحد في مجالك. ما تتبع الاخرين، خلي الاخرين اللي يتعبوك، وتعلم من اغلاطك، وتعلم من نجاحات غيرك، وتعلم من اغلاط غيرك، وافرح وحقق احلامك. اخر حاجة هقولكم اياها، اهم ناس ما تنساهم والديك، اساتذتك، الناس اللي قروك، اصدقائك. وهي والغربة وش نسيتي غزة؟ فين كنتي هذا شحال؟ الحرب في كل مكان وزمان وانت متغرب هان، وكان الخوف في كل مكان، وكي يقولوا عليك جبان، وما عرفوش اللي كان، ما عرفوش اللي كان. والغربة وحرفتينا من دوك لي فامي، والغربة واللي فامي ديال دوك لي زامي، والغربة حربتينا من دوك لي فامي، والغربة واللي فامي ديال دوك لي زامي.